نحن الآن في وقت نتكلم فيه نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا، اللي هو اليتيم الذي ينتظرنا أن حنا نكون معه دائما قلبا وقالبا. هل اليتيم يحتاج منا الدعم؟ هل اليتيم يحتاج منا الوقفة؟ هل اليتيم يحتاج منا التحفيز؟ هل اليتيم يحتاج منا الدعم المعنوي والمادي؟ اليتيم هذا ينتظرنا كل يوم عشان حنا نتكلم عن هالوقف اللي موجود في جمعية اللي تبع جمعية البر بالجديدة. الكائن هذا الوقف في أطهر البقاع مكة المكرمة في الحرم، داخل الحرم. هذا الوقف يجب أن نتكاتف نحن كلنا كإدارة، إدارة القناة بطاقمها كامل، إعداد ومقدمين وجمهور ومتسابقين وكل من يمت للقناة بصلة أو حتى من يتابعنا من خارج إطار القناة. هذا الوقف يجب علينا أن نشارك فيه، يجب علينا أن ندعمه، يجب علينا أن نحث وندل الناس عليه، لأن الدال على الخير كفاعله. تفضل يا عون. طيب، مهما تكلمنا وتبرعنا إلى وهو اليتيم ينتظر منا المزيد والمزيد والمزيد، لكن ترى كل شيء بيبقى لك في آخرتك. سبحان الله، ما يضيع شيء عند الله، والله ما يضيع شيء. تبي تتوظف، السعادة، الرزق، كل شيء سبحان الله. أنا مرة والله العظيم أني طالع من البيت، أعوذ بالله، علي هموم الدنيا كلها. يود منظك والله العظيم، ومعي واحد من أخوياي دائما سبحان الله، واحد من أخوياي هذا فيه خير والله العظيم، أنه ما زالت حياته اللي بعد رجل يتبرع الصلاة سبحان الله، رجل مرة فاضل فاضل. قال عون والله العظيم كل ما ضاقت علي الدنيا والله العظيم ما يطري على بالي إلا أفتح تطبيق الراجحي وإني أتبرع. جربها. إي والله، قلت أبشر بسعدك، الخير واجد والأمور طيبة، أنا بس أبي شيء يعني. أقسم بالله إني من يوم تبرعت سبحان الله كأنها انزاح مني شيء لا يعلم فيه إلا الله، والله العظيم سبحان الله كل ما ضايقت والله العظيم إني أتبرع سبحان الله. لكن أسأل الله الشيء بالشيء يذكر يا عون. نعم نعم نعم، الشيء بالشيء يذكر. كنا جالسين البارح في المجلس اللي أنت خابره، سلمت تمام، ولا في رجال يعلمنا، رجال كبير سن، سلمت مو بكبير جدا. الشاهد يقول هذا رجال، والرجال اللي قال اسمه نعرفه، نعرفه معرفة قوية ونعرف عياله. حلو. قال ترى الرجال ذا عياله فترة من الفترات طاحوا في بلاوي، طاحوا حتى وصلوا إلى درجة أنهم طاحوا حتى في المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. والرجال هذا قام وكان شغال تبع جهة حكومية، وكان يتنقل ما بين جدة والرياض، ترك النقل اللي في جدة، قال أعتذر منكم 6 شهور اللي في جدة أنا ما يبرح معكم، أنا أعتذر منكم، أنا عيالي أهم من عندي. وصلوا حد سرقة السيارات في ذاك الحي من أحياء الرياض، وصلوا المرحلة هم 2 أو 3، هو عنده 5، 2 أو 3 منهم، لا 2 أو 3 منهم، والباقين على شفاء على جريف. يحلف بالله الرجاء، قال والله ما أصلحهم الآن هم صالحين، ما أصلحهم إلا الصدقات. يقول كان يضرب حلو الدراهم في الصدقات على نية أن الله يصلح لها عياله. جاه القلب وجت جلطة في القلب، الأم جاه السكر وسبت عيالهم، ترى مو بكبار جدا الآن الاثنين دول، أنا أعرفهم معرفة شخصية، ضربت عندهم النفسية وضربت عندهم عيالهم يا ولد، ما بين ليلة وضحاها أصبحوا سرابيت. يعني الآن بشركم اللهم لك الحمد، الاثنين ذولا في وظائف مرموقة تبع الدولة، أصلحهم الله وسنحهم، لكن أركع عليهم بالصدقة، أركع عليهم، وكان يعطي ويدعو له بنية أن الله يصلح له عيال. يكفي أن الميت أنك تقدر يعني ما يبي يمكن للصدقة في الدعم. يا سلام، هو ميت وبالك الحق حنا. نعم، الشخص الميت هو الصدقة. يا سلام. وأنا ما أحب، يعني مو ما أحب، أنا من الناس اللي ما أحب أزيد في الكلام وأزيد في النصح، لكن اللي بقوله تبغى السعة في رزقك تصدق، تبغى الله يمد لك خير تصدق،
هذا اللي بقدر هذا وراه الكلام. واللي مهم مقتدر في صدقات ثانيه جاريه. نعم. ادناها لو تشل كرتون مويه الله وتنزل عند مسجد هذا يعتبر النار ولو بشق تمره عز الله بس حجز يا طول عمره السلام اللهم صل على محمد. اسلام. صدقه تطفي غضب الرب يا سلام، ومن تصدق بعينها عند ربه يا سلام. اليوم ولا بكره ها وسلامتكم. الله يبيض وجهك محمد. احنا عندنا جمعيه البر بالجديده ولهون الشباب، جمعيه البر بالجديده عندهم الجديده هذه موقعها في المدينه تبع المدينه المنوره. عندهم وقف في مكه في الحرم تمام، وحنا في القناه شايلين هم الوقف اكتمل منه المرحله الاولى، ودخلنا حنا قبل 4 أسابيع او 3 أسابيع المرحله الثانيه. نبي كلمه للجمهور اللي تابعنا من امام الشاشات عن اثر هذه الصدقه في اليتيم. انت راك تتكلم عن صدقه وتتكلم عن وقف وتتكلم عن اطهر البقاع مكه وتتكلم عن اليتيم، يعني كل واحده لها اجر لحالها، فما بالك اذا اجتمعت في مشروع واحد. الكلمه لك. ما جد والله على كلامكم، اللي بيتصدق بعينها عند ربه سبحانه وتعالى يا سلام، واللي ما هم تصدق شيء راجع له. انت تبي الاجر، تبي البلاء يدفع عنك، تصدق هذا. ومنها ايضا داووا مرضاكم بالصدقه، داووا مرضاكم بالصدقه. الواحد اللي عنده مريض ولا اللي عنده احد تعبان او حتى شايل هموم وغموم عرضها الصدقه. نعم. الصدقة دي بتعالج كل أمر يا أخي كبير وصغير. الميت الميت هو ميت، أنت تنبع بالصدقة، ما بالك الموجودين حق. يا سلام. الميت هو الميت يدعي ربه يقول تكفى بس أبي أرجع أبي أصدق. وبعدها شوف لاحظ ما تمنى إلا الصدقة، ما تمنى إلا الصدقة سبحان الله. كيف عاد حنا أحياء ونمشي واللي يبون الرزق وما أدري إيش، والله العظيم الصدقة دي تفتح علينا ابواب سبحان الله، ابواب رزق والله العظيم. حتى الان لبيك اسلم، حتى الان ترى ما في شيء صعب والله، ما تاخذ 20 ثانيه والله ما تاخذ 20 ثانيه اقل اقل بعد عن طريق الباركود. على اول يا ولد اسرع على الصرافات يا ولد والله العظيم اسرع الحين، وانت جالس وفي جوالك افتح تطبيق الان على الشاشه الباركود، امسح الباركود وعلى طول يجيك، يعني لا تتعب ولا 10 ثواني 15 ثانيه الا والله انك انت متبرع. فبادر تكفو والله اني اقول وهذه من النعم اللي علينا الان. صار الامر في دولتنا الرشيده الان صار الامر جدا سهل وسلس. لا اله الا الله لبيك. الميت يقول تكفو تكفى ان ارجعني تكفون الرب. اقسم بيت الله انا الموت هذولا في ناس يعني ميتين من زمان جد عم خال تكفون لا تنسونهم الصدقة. يا سلام والله العظيم منهم بحاجة الصدقة أكثر من أي شيء، من يوم واحد لو بريال واحد، ريال واحد على نية الميت تفرح وهو في قبره. يا سلام لا تنسونهم تكفوا. الله يبيض وجهك ويجمل حالك. الله يجزاكم خير جميع. اللهم آمين. مسفر نختم بك بالوقف، نختم بك بالوقف. الله يطول لي عمرك. عطنا كلمتين. كلام والله كل يوم نعيد ونكذب، لكن نقول عسى الله إن شاء الله يكتب أجرنا وأجركم ويوفقنا وإياكم يا رب يا كريم. كل واحد يقدم اللي عنده، الدنيا ذي عبقى فانية، ولكن قدم شيء بس يبقى لك ليوم القيامة. هذا اللي بختصر لكم. الله يبيض وجهك. الله يجزاك خير. جزاكم الله خير. الله يكتب أجركم والدال على الخير كفاعل. طبعا انا البيز ما حد قده.